تحت رعاية معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، أقامت لجنة حقوق الإنسان بالمجلس ندوة بعنوان حقوق الإنسان بمملكة البحرين منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، إنجازات وتحديات، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في هذا الشأن من الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، حيث تأتي هذه الندوة بهدف التعريف بالمنجزات الحقوقية التي تزخر بها المملكة. خبراء في مجال حقوق الإنسان وعدد من المتخصصين جمعتهم اللجنة التنظيمية بمجلس الشورى في ندوة حقوق الإنسان بمملكة البحرين منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، إنجازات وتحديات، لاستعراض العديد من المحاور المتعلقة بحقوق الإنسان. موضوع حقوق الإنسان هو موضوع هام جدا، ليس على المستوى مملكة البحرين وإنما في العالم أجمع، لهذه الحقوق من أهمية خاصة، خصوصا أن جميع الأديان السماوية حرصت على تكريم الإنسان والالتزام الشرائع السماوية بها بضمن هذه الحقوق. البحرين ملتزمة بمعايير ومبادئ حقوق الإنسان حتى قبل إنشاء الآليات الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، كونها مجتمع محب متعايش متسامح منذ الأزل، لكن أتت طبعا معايير دولية انضمت إليها مملكة البحرين خلال السنوات الماضية لتثبت هذه الوقائع والحقائق، ونحن لدينا آليات وطنية في البحرين نعمل من خلالها جميعا. متحدثتكم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمانة العامة للتظلمات، وحدة التحقيق الخاصة، وأيضا مفوضية تفتيش السجون وأماكن الاحتجاز. نهضة كبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها في المجتمع، وتشريعات متخصصة سلطت هذه الندوة الضوء عليها لتبيان الجهود التي تبذلها مملكة البحرين في هذا الجانب. شرحت في هذه الندوة نبذة مبسطة لمبادئ حماية حقوق الإنسان استنادا للحقوق الأساسية الراسخة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وأيضا الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. كل ذلك تم تناوله في ندوة اليوم، وأعطينا صورة واضحة عن آليات الحقوقية في مملكة البحرين وتعزيز هذه الآليات. وأتت هذه الندوة في إطارها العام هو نشر الثقافة الحقوقية، واللي أسهم مجلس الشورى بمشكورا في ترتيب والإعداد لهذه الندوة. ثلاث جلسات ضمت عددا من المحاور المرتبطة وبشكل وثيق بمبادئ حقوق الإنسان التي صادقت عليها البحرين في عدد من المواثيق الدولية. تأتي هذه الندوة انطلاقا من الإيمان بأهمية التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالشأن الحقوقي لتعزيز ونشر ثقافة احترام حقوق الإنسان في المملكة. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.